الخير عليكم ناس نوح ببنا ناس كوزينة الزينة والمكلة البنينة. معكم عبد الشاف ملك المطبخ العاصمي. اليوم شاركت في هذا المهرجان أنا باش نعرف على الأطباق الجزائرية التقليدية. عندنا هنا يا طعام تاع الحموم، هو صحي. طعام تاع الحموم هو يعني كانوا بكري القمح يحفروا له حفرة يديروا القمح الداخل يخلوه 3 شهور 4 شهور وبعد ينحوه يحيوه يفتلوه طعام تاع الحموم. طعام تاع الحموم هذا يا صحي، ينزل داروا عليه لاجوشاش، ينزل السكر 3 غرامات حتى 4 غرامات. هنا عندنا طعام تاع القبايل، طعام تاع الفول. هنا عندنا السفة تاع واد السوف. هنا عندنا طعام تاع العصبان، عصبانة. هنا عندنا طعام تاع القبايل، طعام واسمه دلوعدة. هذا كان عندنا طعام دلوعدة، كانوا يديروه ناس منطقة القبايل، كان باش يكون الغني والفقير متساويين باش الفقير ما يحش بالحرج. كانوا يديروا الاخر في العاشوراء يخرجوا طعام هدايا، يديروا غير لوبية مسلمين والحميصة. هنا عندنا طعام تاع القمح بالخضرة. هنا عندنا الجفنة